أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في مش حلقة جديدة بل إعلان جديد من برنامجكم برونور. في شهر 6/2015 أطلقنا ما عرف في لاحقا بملتقى رواد الأعمال الأول في أبوظبي. الآن نقوم بتحضيرات والإعدادات لإطلاق الملتقى للمرة الثانية في شهر 2/2018. مرة هاي مش حيكون لقاء ملتقى رواد الأعمال في أبوظبي بل حيكون في دبي وفي أبوظبي. نعم قادمون إليكم في دبي، راح يكون هذا اللقاء هوستد برضو في دبي، حيكون تاريخ ب9/2 وبأبوظبي حيكون ب19/2، فهنعمله ب2 locations معي استاذ خميس لأنه هو كان الكو هوست للملتقى الأول اللي عملناه تحت اسم جولدن كلاس جروب بشهر 6/2015. الآن هذا الملتقى راح نحكي فيه عن 3 topics عندك. حيا الله حبيبي. حياك الله. حياك وحيا الله مشاهدينا الكرام اللي مثل ما وعدناكم المرة الماضية نسوي هلا الفيديو شوتينج هذا والتسجيل، وطبعا هي صراحة يعني فرصة لكل أتكلم عن الإيفنت هذا اللي بيصير في دبي وبيصير في أبو ظبي، فرصة لكل شخص عنده فكرة حاب يبدأ فيها كبزنس خلاص كطريقة عمل فيها، كيف يأسس الشركة هذه وكيف يسوي اللي هو التسويق وكيف يبدأ حياة ثانية تماما، إن كان موظف يبدأ في شيء على سنة 2018 من بدايتها في المؤتمر هذا أو في هالإيفنت. راح نوضح لكم كل الأشياء المفروض أن الشخص يسويها حتى يبدأ العمل أو يبدأ البزنس هذا، وهذه فرصة صراحة لكل مبتدئ حاب يبدأ في تجارة أو في البدء في الرخص التجارية ولا شهوة العمل عليها، أو حتى لو كان عنده يعني عنده عمل ولكن ينقسم مثل ما تقولون اللي هو تسويق والمبيعات. ايضا هذا المؤتمر راح يفيد كثير صراحه، يفيدكم يعني بشكل سريع وبشكل صحيح ومختصر، وحتى على مستوى الموظفين يعني راح يقلل لك من عدد الموظفين بحيث انك انت ما تخسر، لان في طريقه وفي برنامج عندنا اسمه سيلز فانل من ضمن الايفنت هذا راح نناقشه وراح نتكلم فيه ده. حتى يسهل عليكم الامور كلها. هي ثلاث محاور رئيسيه اساسيه لهي المؤتمر او لهذا عفوا الملتقى اللي حيتم نقاشها. بس عدي نايس. اوكي، ثلاث محاور رئيسيه راح يتم نقاشها بهذا الملتقى. المحور الاول وهو الترخيص، كترخيص الشركات من ناحيه بيبر ووركس والشكل القانوني والاشياء هذه. راح نعطيكم اي اوبننج انفورميشن حتى يكون عندكم على الاقل فكره وعارفين شو هاو ات لوكس لايك. المحور الثاني وهو محور النولج والمعرفه، كيف توظف انت مهاراتك خبرتك، كيف تحول الباشن اللي عندك اياه لشيء ماني برودوسينج اكتيفيتيز بنسميه. فهذا الشيء اختصرناه ب ستريت لاين بروجرام، سمينا ذا ستريت لاين لونش. الستريت لاين لونش هو الستريت لاين لاي شركه او لاي منتج، لاي شركه بدها تطلق منتج او لاي شخص بده يطلق شركه سواء كانت اول مره او هاي المره المية اللي بده يعمل فيها هاي اللونش. في ستريت لاين 6 مايل ستون بيمر فيهم كل بزنس بغض النظر شو كان نوعه، بغض النظر كان خدمي كان بقدم منتج، بغض النظر شو كانت الماركت النيتش، بغض النظر شو كانت هاي الامور كلها، هاي ال 6 مايل ستونز اللي بيمر فيها كل بزنس. راح اشارككم هاي ال 6 مايل ستونز كيف تاكد انه اذا عندك بزنس اوريدي رانينج تاكد انك انت يو ار ميتينج ذيس 6 مايل ستونز، واذا بدك تبدا ببزنس تكون على الاقل عارف انه هاي ال 6 مايل ستونز هي رحلتك، انت حتمر بالست مراحل هاي خلال اطلاقك للبزنس تبعك. هذا المحور الثاني. المحور الثالث راح يكون هو بريك ثرو انفورميشن عن السيلز والماركتينج بكونسبت اللي هو السيلز فانل، which is internationally widely now spreading in the world but like مش كتير بالامارات. فاحنا حن يعني it's part of my our mission انه ننشر هالكونسبت بين رواد الاعمال بين اصحاب الشركات الصغيره، لانه يعني
مش بس بيجعل حياتك اسهل واجدى واريح واربح برضو لما بتيجي تطبطب على ارض الواقع. هاي الثري مرة الثري فيزز بنحكي لهم على 35 درهم ولا 30 درهم سوري انا ضل اخربط فيكم. هي 30 درهم يا جماعه مثل ما الجديه والمصداقيه، مثلا لما تحصل لك مشروع انت احيانا يقول لك طيب اثبت لنا جديه الموضوع هذا، فيدفعونك اللي هو البرفورمانس بوند حتى يثبتوا نعم هذا الشخص راح يؤدي العمل اللي عليه. فاحنا احنا عكسناها، ايوه خلينا البرفورمانس بوند عليكم انتم حتى نشوف الجديه منكم لحضوركم لهالمؤتمر او هذا الايفنت. فهي 30 درهم بسيطه، هذه فقط للجديه فقط، يعني مش انه والله هذه رسوم ولا شيء، لان حجم المعلومات اللي بتحصرونها في هذا الايفنت يعني شيء خيالي، شيء يعني رايح تنسون الافكار اللي عندكم الان وفعلا تركزون على الشيء هذا. وطبعا من هذاك المنطلق احنا راح نكون معاكم على طول، لان احنا واثقين من المعلومات اللي عندنا نعطيكم اياها في المؤتمر هذا كنظري عمل نظري، ورايحين نطبقها نحن وياكم على طول على كل مشروع من مشاريعكم ككيس ستدي حنقدم فيها يعني. طيب طيبه، فانتم بتشوفونها كيف تبدون، كيف تاخذون المعلومات وكيف بعدين تبدون فيها. طبعا كل واحد عنده مشروع مختلف، بس هذه الافكار هي افكار البزنس، يعني تنطبق على اي مشروع سواء كان على يعني منتج معين او خدمه معينه، هاي ينطبق على شيئين. ونتمنى منكم ان شاء الله الحضور، وطبعا في عدد معين طبعا ما نقدر احنا ليميتد، واكيد هي بالضبط على فكره ال 30 درهم صراحه. كثير من الناس بسجلوا لفعاليات تمنعهم يعني احيانا الظروف تمنع ان الواحد يحضر، ولكن في معظم الاحيان لا، مش بيكون الظروف منعته، بيكون هو تكاسل. فبسبب دراسه بسيطه انه بتحكي انه if you pay you pay attention، بس اذا بتدفع تهتم. فهل 30 درهم to show that you are serious to help you commit to this project to this event، انك تيجي تحضر الايفنت وتزورنا فيه و that's all. This is هاي الهدف منها مش اكثر. Two options انك تدفع، فيك تدفع اونلاين right now، مش هلا لسه احنا ما اعلنا عن الايفنت، حيوصلكم اكيد المعلومات، لكن لما نعلن عن الايفنت بيكون في اوبشن تقدر تدفع اونلاين او بتدفع اون سبوت، بس توصل على الايفنت تدفع. That's it. الفكره انه to take this serious that's all. مش يعني هدفه مش ربح اصلا، حيكلف ماركتينج وحيكلف اكثر من هيك، حيكلف الفينيو نفسها حيكلف بكثير اكثر من هيك، ولكن هدفنا to help you take this serious. وبرضه كمان نترك مساحه للاشخاص اللي فعلا مهتمين يقدروا يحضروا، يعني اذا وصلنا للليمت المحدد للريجستريشن حنوقف التسجيل. لما نوقف التسجيل ما حد اخر من برا حيقدر مره ثانيه يدخل يسجل. فشو صار الان اذا اللي سجلوا معظمهم ما حيجي؟ راحت فرصه على مين؟ على الناس اللي مهتمين. فانا احنا بالطريقه هاي بوز قبل ما تسجل اسال نفسك حتيجي ولا لا. ام شور انك حتيجي، متحمسين للقائك صراحه، ولكن بعض الناس ممكن بس هيك بيحب يسجل للاشياء. بليز اذا انت من هالنوع هذا تسجل بس اتسجل. الشيء الثاني بعد اللي هو احنا عملناها لمكانين، يعني في دبي تاريخ 9 ان شاء الله، وبعدها يوم السبت بيكون تاريخ 9/2/2018 الحلقه او الايفنت اللي بعدها بيكون في ابو ظبي بعدها باسبوع، بعدها باسبوع 16 اللي هو يوم السبت ايضا صادف الوقت تقريبا بعد 4 ساعات بعد العصر تقريبا او الساعه 5 تقريبا الى الساعه 8 او 9 ثلاث اربع ساعات، حتى يكون سهل عليكم، تكون عندكم اجازه، تكون مثلا سهل على اهل ابو ظبي يكونون هي ابو ظبي، وعلى اهل دبي مثلا او مثلا حد هي من الامارات الشماليه بعد ممكن يحضر لي دبي. فحبينا نسهل. الهدف من هذا كله يعني انا خميس الاسبوعي انا جربت الشيء هذا وحاب اعكس الشيء هذا على جميع اللي مهتمين انهم يبدون اعمالهم الحره. وطبعا هذا انتم ما بتلاحظونه الا لما تحضروا الايفنت هذا وتشوفون افكاركم اللي هي موجوده حاليا والفكر الجديد هذا، يعني اللي هو المفروض الكل يتبناه في التجاره في الاقتصاد والاشياء هذه. فاللي بيحضر فعلا راح يستفيد مثل ما استفدت انا يعني من هذا الموضوع.
نتمنى منكم الحضور. احنا طبعا متابعينا على السوشيال ميديا ما شاء الله كثير صراحة، يعني انا اقول لك هذا كثير يعني يمكن يعني بسرعة يسجلون، فان شاء الله خلال العشرة ايام هذه راح نسوي اللونش للليفنت هذا ويوصلكم كلكم ان شاء الله. نحن نعرف كيف نوصلكم ان شاء الله، بالعكس يعني بيكونوا سبسكرايبرز بالايميلات عندنا متابعينا على السوشيال ميديا، عندك على السوشيال ميديا، عندك على السوشيال ميديا بالضبط، نعم وعلي ايميلات الاشياء ان شاء الله، بس الاسرع التسجيل هو الاولى بالحضور بالضبط. هي فيرست كم فيرست سيرف، يعني بيجي بالاول بحجز اول بلس بليز. اذا سجلت او اذا انا حاب انك تسجل، ما وصلت تتفرج الفيديو هذا الان صرنا كم 20 دقيقه ممكن ولا شيء، ما توصل للمرحله هاي وانت اوكي مين هذول، انا متاكد انك وصلت لهون حاب تسجل، بس بليز اذا سجلت ميك شور انك فعلا ناوي تيجي، مش تسجل بس عشان تعرف شو حاب تسجل هيك بس. إذا سجلت كون ناوي تيجي بس، وهي حتحصل، بس أنت انوي وهي حتصير. ليش؟ لأنه المكان لما ينحجز لك ما في حد تاني يجي ممكن مرة، فأنت إذا ما بدك، إذا سجلت وما حتيجي حتمنع غيرك ممكن يستفيد، فيعني بتكون لا استفدت ولا خليت غيرك يستفيد، وأكيد ما بدك هذا الشيء يصير. That's it بس، وتستنوا معلومات جديدة قريباً، حيكون اللونش خلال 10 أيام إن شاء الله. إحنا اليوم بثلاث جانيوري، اذا بشوف الفيديو هذا بعد هيك يعني anyway حيكون اللونش ان شاء الله بحوالي 13 الشهر 13 ل 14 هذا الشهر. بس اسدك حاب تضيف شيء؟ والله انا بس حاب اضيف فكره يعني معلومه بسيطه. الافكار اللي كانت في 2017 خلاص انتهت الافكار الان، حتى الفكره وابدا فيها الان. وين تبدا فيها؟ انا متاكد ان بدايتك رايحه تكون من هاليفنت، فالفكره الان خطة العمل تبدأ مع هذا الإيفنت اللي فكرتك السابقة اللي هي 2017، فلا تخليها فكرة وابدأ في التخطيط لها مع بداية الإيفنت هذا. إن شاء الله الله يوفقك، مع السلامة.